أنت شريف لا يضحك عليك بسبة تفحيطة وتفحطين نطل ونطلتين وغيرها. أنت بنت عندك كرامة، ترى العرض لا ضاع مصيبة، العرض لا ضاع مصيبة. إذا كنت تريد النجاة يا شاب يا صغير، لأنك أخوي، واعذروني إني أتكلم بالكلام هذا، لأنكم إخواني وأنا أخوكم، وحق الأخ على أخيه أن يصرح له. أنت يا شاب تلبس لبس ويقول لك أنا صادق، إذا كان لك الآن إذا كان لك علاقة مع واحد أكبر منك بسنين ويركبك بالسيارة ويوديك للمقاهي ويوديك إلى أماكن الاستراحات والغناء والعود والشربكة والطربكة وغيرها، ويقول لك هذا أنا صادق بصحبتي لك، ويقول لك أنا صادق بخوتي لك، ويقول لك والله أني لك وفي وأمين، كذاب، والله أنه كذاب. وأعطيك نتيجة هذا الكذب، إذا كان هذا خان الله أمانته وخان الله جل وعلا من فوق سبع سماوات وخان أمانة الدين، هل يكون معك وفي؟ هو الآن خان أمانته مع الله، هو الآن ضيع نفسه في الدنيا، هو الآن ما كان وفي مع الله. بالله عليك افتح لي عقلك، يكون وفي معك؟ والله ما يكون وفي معك، والله انه ذئب بشري، انه ينتظرك يوم من الايام كي يلعب على هذا الجسم الرقيق. وشفهم دخلنا عليهم بسجون يا اخوان بالاحداث. اختم هذه الكلمة، دخلت يوم من الايام في دار الاحداث، قال لي مدير الاحداث يا ابو عبد العزيز فيه شاب بالسجن الانفرادي. قلت ليش؟ وش قضيته؟ قال هو اللي طالب انه يكون بالسجن الانفرادي. قلت وش قضيته؟ قال هذا الولد اختطف من شاب وفعل به ما فعل وصوره وفضحه بين الناس. دخلت على الشاب يا اخوان يبكي، دخلت على شاب نحيل الجسم، دخلت على شاب تكالبت عليه هموم الدنيا، دخلت على شاب مسكين. اول ما دخلت على اخوان وينهار بالبكاء، قلت يا اخوي انا اخوك واعتبرني قريب لك، ما عليك وانا اخوك عامر. بدا يبكي، قال يا ابو عبد العزيز ابوي يوم درى عن الاختطاف وانا وقعت بين يد ذئب بشري، انا خطيت وانا الان عمري 14 وصغير. ابو عبد العزيز ابوي الان وامي واخواني لهم 4 شهور ما حد يكلمني، ما حد يكلمني. قلت عطني قصتك. قال كنت في بداية العمر ابلغ من العمر 11 سنة، تعرف علي شاب كان يمر البيت ويسلم علي ويعطيني ابتسامة، يا ويله من الله، يا ويله من الله، ابتسامة من أجل الشيطان، سلام من أجل الشيطان، ضحك من أجل الشيطان. يقول بدأ إلى أني وثقت فيه، بدينا نروح، بدينا نمشي، بدينا نفر، بدينا ندور، ما كان يظهر لي أن ذلك الإنسان أنه خبيث. يقول يوم من الأيام طلعنا إلى أحد الأماكن فأعطاني شيء ما كنت أعرف الخمر، يقول والله ما كنت أعرف الشراب. يقول شربت زي ما يقولون فقد الولد. يقول يوم قمت إلا الفضيحة، إلا مصور وفاضحة أمام الله وخلقه. يقول درى أبوي قبض علينا، هذاك مسجون، قال أبوي والله ما طب البيت مدام يحي. يقول انهرت وضموني الاحداث. يقول تكفى يا ابو عبد العزيز، انا الان اخطيت، انا الان صرت ضحية ذئب بشري. ابوي، رحنا لابوه وقلت لابوه تكفى ولدك صغير، تكفى ولدك صغير. قال يا شيخ اذا كنت جاي على من اجل ولدي رجاء لا تفتح الباب. قلت اكتب لي ورقة انك تتبرى من ابنك، ولدك
ذئبك صغير طاح بين يدي ذئب بشري. قلت بالله لو طلع ولدك الآن والله انت اكل الذئاب البشرية. بدأ يصيح لأبو، قال وش اسوي؟ قلت اركب معي. ركب معي، ما كان يتوقع يوم من الايام الولد اني انا جايب من ابوه من 4 شهور ما سلم عليه. طلع الولد يا اخوان، دخلت على الولد قلت يا فلان، قال نعم. قلت لك مفاجأة، قال يا ابو عبد العزيز نهائي خلاص انا تعبت خلاص اللي فيه كافيني. قلت لا فيه مفاجأة. قال وش المفاجأة؟ قلت تفضل وادخل. اول ما دخل ابوه يا اخوان والولد يصيح، والابو يصيح. تعرفون ايش قال الولد؟ قال يبا تكفى سامحني على اللي جرى، يبا سامحني والله ما عادت تتكرر، والله ما عاد اكررها يبا. قال الولد، قال الابو لولده يا ولدي ليش سويت كذا؟ قال يا يبا ما كنت اتوقع انه ذئب بشري. عموما الولد يا اخوان تاب واصلحه الله جل وعلا واصبح من رواد المساجد. اختم يا اخوان، اقول يا اخوان الولد هذا يا اخوان الان من فضل الله جل وعلا من الله عليه بالهدايه، ولكن مهما كان الولد هذا ضحيه ذئب بشري. تكفون يا شباب نصيحه، نشوف الشوارع ضياع، نشوف السجون ضياع. يوم من الايام دخلت على احدى السجون، وكذلك في السجن الانفرادي، واذا بذلك الشاب قد انهار في البكاء. والله يا اخوان ذلك الشاب انهار في البكاء. قلت له لا اله الا الله، لاني عرفت ذلك الشاب. قلت ما كنت عزيز، ما كنت من اصحاب الخير، ما كنت من اصحاب الصلاح، وش اللي ضيعك؟ قال يا ابو عبد العزيز ضيعوني الشباب اغاني وراقص ومجون. تكفون يا شباب نصيحه من القلب الى القلب. تشوفون الان بالانترنت وبالصحف اختطاف شاب واختطاف شاب واختطاف شاب، والله إن لم يتوب ذلك الشاب عن هذا الأمر ليأتي يوم القيامة بين يدي الله ويقف بين محكمة عظيمة، الشهود الجوارح، القاضي الله، المآل إما إلى جنة وإما إلى نار. يا شاب لا تضيع أبناء المسلمين، يا شاب استح على وجهك من الله، يا شاب والله أنك تستحي أن تنظر إلى شباب من أمة محمد يتنعمون ويقلدون النساء. والله ما تعرف أهو رجل أو امرأة، وهذا والله يا أخوان اللي يخجلك. بالله ما تبي تصير أبو بعدين، ما تبي تصير أبو عندك أبناء. وهذه والله يا أخوان نصيحة أوجهها، إذا كنت وقعت يا شاب يا صغير بمعرفة شاب وشاب، أقول لك تب من الآن وادخل حلقات تحفيظ القرآن. يقول لي واحد وش تسوي حلقات تحفيظ القرآن؟ حلقات تحفيظ القرآن تحفظ دينك، تحفظ عرضك، تحفظ أمانتك. والله ما تلقى شاب دخل في حلقات تحفيظ القرآن وهو يتخبط في مجالس الضياع. واحد يا اخوان يحدثني شخصيا في احدى السجون، قلت وش جريمتك؟ قال جريمة قتل. قلت وش سبب القتل؟ قال دخلت في استراحة، دخلت في استراحة وجايبين لهم يسمونها صيدة ويعرفونها أهل المعاني هذه. يقول المصيبة الصيدة حاطينها في مكان، فكانوا يدرون على الصيدة إلى أن يأتي دوري لأني أنا كنت شيطان مثلهم. يقول أول ما دخلت على الصيدة إلا هو أخوي، يقول إلا هو أخوي
وعدمت ثلاثة من الموجودين. قلت من المجرم الأول؟ قال أنا. قلت ليش؟ قال لأني أنا رضيتها بعيال خلق الله، لأن الله فضحني في قعر داري. أنا رضيتها بعيال خلق الله، لأن الله فضحني بأقرب واحد عندي. فضائح وسجون وهموم وأحداث وجرائم، إلى متى؟ يا شاب افتح عقلك، الإجازة الآن موجودة، الصيفية. انظر إلى الدوران في الشوارع، والله إنه نذير من الله. إلا من أتوب ونرجع إلى الواحد الديان، والله أنه نذير. أختم أيها المؤمنون، الله. وقبل أيها الشاب، ادخل حلقات تحفيظ القرآن. أما تريد أن تجلس في مجالس الذكر والإيمان من الآن، ما دخلت تحفيظ القرآن، روح قل بسجل عندكم. والله تجد السعادة، والله تجد الراحة، والله تجد الفوز. والله لو ما وجدنا الراحة ما تركنا الحانة إلى الآن. والله لو ما وجدنا الراحة ما التزمنا إلى الآن. ادخل حلقة تحفيظ القرآن، اجلس مع الصالحين. واللي ينتكس ورجع عن طريق الحق والهداية، طريق جربته وطريق شفته، شفت فيه ذكر، شفت فيه إيمان، حرام عليك تضيع الوجوه الطيبة بالوجوه التي تخدم وأصبحت جنود الشيطان. أنت يا من تفكر في التوبة، يا من تفكر بالالتزام إلى الآن، إلى متى وأنت تفكر بالالتزام؟ إلى متى وأنت تفكر بالتوبة؟ تنتظر لين يجيك الموت؟ تنتظر لين يجيك حادث؟ تنتظر لين يجيك مرض؟ نصيحة، إذا كنت تفكر بالتوبة اجزم من الليلة، لأن الله جل وعلا يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله، يقبل الله توبة التائب. بل الله جل وعلا الآن من فوق سبع سماوات ينظر إلينا. فقل: يا رب أتيتك تائبا، يا رب أتيتك راجعا، يا رب